دايما في الأهل محظوظين على مدار التاريخ والأجيال، دايما عندنا مواهب وعندنا نجوم. ضيفنا النهاردة كان لعيب من قماشة مختلفة، زي ما بيقولوا كده بلغة الكرة كان فلتة من فلتات جيله. كان لعيب نص ملعب بس متكامل، ما شاء الله كانت رجليه تقيلة، من أي مكان يشوط كان يسجل، وكمان كان بيصنع الأهداف. ممتاز كمان بالأخلاق والسيرة الطيبة، وصنع لنفسه مكانة كبيرة، وهو في التدريب اكتشف نجوم كتير وحصل على حب الجميع. جناله هنا في منطقته، المنطقة اللي عاش فيها وتربى فيها في مصر الجديدة، جايين نقول له شكرا ونرد له جزء من الجميل. جايين النهاردة علشان نزور الكابتن خالد جدالة، تعالوا معانا. كابتن خالد، كابتن اسامه، اخبار حضرتك ايه؟ صباح الفل، وحشنا كتير. ربنا يخليك. ربنا يخليك. اتفضل يا كابتن. ايه النور ده؟ ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. احنا النهارده في بيت النجم الاهلاوي الكبير، اللي جايين علشان نقول له شكرا ونرد له جزء من الجميل، كابتن خالد جدالله، اللي احنا بنقول له يعني وحشتنا. الله يخليك كابتن اسامه، انت اللي وحشني ونورتني وشرفتني، وانا سعيد جدا بالمقابله اللي انا هقابلها معاك النهارده باذن الله. عايزين نرجعك بقى للذكريات الحلوه وذكريات الماضي، وقبل ما نروح بقى للاهلي ومشوارك في البدايه، عايزين نتكلم عن مصر الجديده، المنطقه اللي انت عشت فيها وتربيت فيها وقضيت حياتك كلها هنا. والله مصر الجديدة حياتي، أنا فعلا اتولدت فيها وما خرجتش منها. أنا لما بخرج من مصر الجديدة بحس إن أنا غريب. وفعلا ابتديت بقى من صغري، حتى ابتديت لما ابتديت ألعب كورة في الشارع اللي قدام البيت. دي الحتة هنا ما كانتش زحمة قوي يعني، فكنت كل يوم لازم لعب كورة في الشارع قبل ما أروح بقى نادي هليوبلس اللي هو برضو كان قدام البيت. فأنا اتعودت على مصر الجديدة يعني، حتى أنا كل خروجاتي كل حاجة بعملها بتبقى جوه مصر الجديدة. فرقت معاكوا الكرة الشراب زمان؟ طبعا طبعا يا كابتن أسامة، زي ما فرقت مع كل لعيبة مصر يعني. كانت الأساس الكرة الشراب طبعا، طلعت لعيبة، أحسن لعيبة على مستوى مصر. بس هنا هو أنا ما لعبش كرة شراب كتير يعني، يمكن ابتدينا بكرة شراب. كان معنا واحد جاري هنا هو، بس كان مبسوط شوية يعني، معاه فلوس شوية، هو اللي كان بيجيب له كرة كفر. كان حضرتك ما لعبتوش كرة شراب شوية في الأول، بعد كده شامل بقى ربنا يديله الصحة، ده صديقي يعني، صديق العمر، كان هو أكتر واحد يعني معاه فلوس فينا. فكنا أنا كنت أقول له عشان عايز تلعب تجيب لنا كرة كفر. صاحب كرة هو. ايوه بالظبط. فكانت ايام حلوه وذكريات جميله جدا يعني. فاكر ايه تاني هنا في مصر الجديده وحضرتك بتقول لنا يعني حياتك كلها وعيشتك ولما بتخرج منها كأن السمكه خرجت من الميه؟ بالظبط. لا، اول كوره كفر نجيبها كانت، انا فاكر كان في محل هنا هو بتاع رياضه في روكسي، وكانت الكوره اول كوره ابيض في اسود تنزل. فطبعا احنا كنا بنعدي، الراجل في المحل كان معلقها بشبكه كده، نعدي انا اقعد ابص عليها، هموت عايز اعبي، عايز اجيب. كانت بكام بقى الكوره؟ كانت غاليه جدا، ب2 جنيه. ده كان طبعا انا جيت هنا هو اصحابي اللي كنا بنلعب مع بعض، عملنا اجتماع قلنا عايزين نجيب الكوره، كل واحد هيدفع كام. فانا قلت وده وده وده، المهم كلنا كان هنلم من بعضينا تقريبا 75 قرش. ده لسه فاضل جنيه وربع. على مين بقى؟ رحت انا لمين؟ حبيبي شامل ده اللي معاه الفلوس. الممول. قلت له بص يا شامل، انت بقيت اساسي معايا في الفرقه، هتلعب معايا مش هتلعب ضدي. قال لي معقوله؟ قلت له والله هاخدك معايا كل ماتش. قلت له بس في مشكله صغيره. قال لي خير يا خالد؟ قلت له احنا في كوره جديده وعايزين نفتتح بيها بقى اول ماتش تلعبه انت، بس ناقص لنا جنيه وربع. قال لي ما دام هلعب ده انا حالك. جاب الفلوس وخدنا الاتنين جنيه ورايحين بتاع 12 واحد على المحل عشان نجيب الكوره الابيض في السود. حلو.
جبنا الكوره يا كابتن اسامه، انا مش هقول لك راجعين بقى طايرين طبعا، عملنا الجونين ويلا. قلت لهم دقيقه واحده بقى قبل ما نلعب، وعملنا الفرقتين قبل ما نلعب. انا افتتح الكوره دي، حطيت الكوره وبشوط على الجون، وشوط اديتها واحده والكوره طايره ماشيه في الجو كده، قامت بوم مفرقع. انا بقى مش هقول لك 2 جنيه راحوا عليك، كل حاجه راح الكوره وال2 جنيه قالوا لي ما تشوطش تاني خالص انت. فدي من الذكريات الجميله يعني. اكيد ذكريات حلوه. خدت خطوه بعد بقى اللعب في الشارع وبعد الكوره اللي فرقعت في الجو، ايوه هتبدا تاخد خطوه اكبر شويه. ايه الفكره اللي جت بقى في نادي انك تروح نادي هليوبلس بعدها؟ هو النادي يعني انا كنت بعدي الشارع بقى في النادي، واحنا اعضاء في النادي من زمان يعني. فكنت بروح برضو كل يوم بلعب، بس بلعب مش في فرقه يعني، بروح العب خماسي العب. فكانت اول فرقه شافني المدرب كان الله يرحمه اسمه الكابتن جابر، قال لي لا تيجي وتلعب فرقه 14 سنه. فابتديت اروح، طبعا ما كانش التمرين كل يوم لان هو نادي اجتماعي برضو مش رياضي، ولكن كنا مشتركين في بطوله الدوري، لعبنا ضد الاهلي والزمالك طبعا انا بقى كنت بتالق تالق رهيب جدا. وكان معروف يعني يقول لك رايح تلعب هليوبلس فرقه تحت 14 دي، خد بالك عندهم واحد في نص الملعب بيجيب اجوان وبيشوط مسمع من زمان يعني كنا نلعب مثلا النادي الاهلي نخسر 3-1 انا اللي اجيب الجون، الزمالك 3-3 اجيب 3 اجوان، الاسماعيلي 4-3 انا اللي اجيب 3 اجوان يعني. فكنت معروف جدا من خلال، ومن هنا هو الكابتن عوضين بقى اللي هو مدرب فرقه النادي الاهلي في الوقت ده الله يرحمه طبعا، اول واحد حط عينه عليا يعني. شافك هو في الماتشات بتاعت من خلال الماتشات يعني، من خلال لما كنا بنلعب ضد النادي الاهلي طبعا هو شافني وابتدى يتكلم معايا، لغايه لما انتقلت للنادي الاهلي مرحله لما تانية. انت قبل الاهلي، ما انت النهارده الزمالك والاهلي شافوك كان في عرض برضه من الزمالك المهندس محمد حلمي زموره برضه بالظبط، ده جه النادي نادي هليوبلس عشان حسن حلمي الله يرحمه، ده طبعا كان رئيس نادي الزمالك وحاجه كبيره يعني طبعًا. اسم كبير جدا وقامه كبيره، جالي نادي هليوبلس عشان ياخدني هو والكابتن زكي عثمان كان ماسك الفريق الاول والكابتن حسن شحاته يعني حسن. كابتن حسن وهو بيلعب وكابتن زكي عثمان كان المدير الفني بتاع فرقه الزمالك الفريق الاول، والمهندس محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك. زمان كنتوا بتلعبوا في الناشئين بتلاقي ما شاء الله المدرجات مليانه، ملاعب مقفوله، ليكوا جمهور تاني حافظ اللعيبه الموهوبه في كل نادي بالاسم وقتها. لا بالظبط، فرقه انا لما رحت انا النادي الاهلي اول سنه تحت 18 سنه يعني كان ليالي سنتين العب تحت 18 سنه. كنا بنلعب يوم الاحد يعني ماتشاتنا كانت يوم الاحد، فرقتنا كانت جامده جدا، كل ماتش 30,000 استاد مختار تتش، الملعب كله مليان من كتر ما لينا جمهور والناس حابه ان هي تيجي تتفرج. طبعا كنا تحت الدرجه الاولى، كان في فرقه اكبر مننا اللي هي فريق الامل والدرجه الاولى، بس احنا فرقه 18 سنه لا كانت ماتشاتنا بتبقى جامده جدا وكان جيل هايل يعني. كانت حته برضو بتدي فرصه للجماهير تعرف اللعيبه الصغيره، حته المباراه قبل الفريق الاول طبعا فرصه كبيره جدا، وبتدي ثقه للناشئين يعني انت لما وانت ناشئ بتلعب وبتلعب قدام جماهير، لا ثقتك في نفسك بتزيد جدا لما بتطلع مع الفريق الاول، ما بيبقاش فيه رهبه غير زي ما بتكون ان مثلا ما حدش يعرفك او بتلعب بدون جماهير مع في فرقه الناشئين وتطلع مع الفريق الاول. لا مش هفوت طبعا الموضوع بتاع الكابتن حسن شحاته والمهندس محمد حسن حلمي، يعني ايه اللي عملوه علشان يعني كانوا بيحاولوا الموهبه اللي قدامهم والموهبه المسمعه دي عايزين ياخدوها نادي الزمالك. السبب الرئيسي ان خلى الثلاثه دول جم الله يرحمه المهندس محمد حسن حلمي وكابتن زكي عثمان وكابتن حسن شحاته، كان نادي هليوبلس في كل رمضان كل سنه في رمضان بيعملوا دوره رمضانيه. ففي السنه دي قالوا في فرقتين من هليوبلس هنجيب فرقه من الاهلي وفرقه من الزمالك، والفرقتين بتوع هليوبلس يلعبوا ضدهم، يبقى حاجه زي احتفال كده عشان الافتتاح بتاع الدوره الرمضانيه. فقلنا ماشي، فلعبت انا لعبت ضد الاهلي، كانت بقى لعبنا خماسي في ملعب الهاندبول، كان مين بقى فرقه طبعا في جماهير رهيبه يعني اعداد رهيب، كان الخماسي مين بقى؟ كان اكرام مصطفى يونس والله يرحمه الكابتن صفوت عبد الحليم الله يرحمه والكابتن علي ابو جريشه
والكابتن امين دابو الله يرحمه. طبعا دول كانوا موجودين في الدوره الرمضانيه. دي الفرقه اللي انا لعبت قدامها انا. كان عندي 15 سنه يعني. دي الفرقه طبعا دول كلهم كانوا منتخب مصر. هو حاجه يعني نجوم طبعا. وانا 15 سنه لعبت طبعا. مش هقول لك يعني عملت ماتش هايل وجبت جوان وبشوط وواضح ان انا عندي ثقه في نفسي يعني. ادائي مش بتاع سني وعندي ثقه. فطبعا الكابتن حسن شحاته كان بيتفرج, كانت فرقه بتاعت الزمالك اتفرج. فمن هنا هو بقى ايه لما شافني تاني يوم على طول لقيت بعت حد, كابتن حسن شحاته بعت حد للنادي وكلموني ورحت وجم لرئيس النادي قعدوا معاه بقى اللي هو محمد حسن حلمي وكابتن زكي عثمان وكابتن حسن شحاته. جم قعدوا مع رئيس نادي اليوبلس على اساس انتقل لنادي الزمالك. ما انتقلتش طبعا لما والدي بقى الله يرحمه يعني. والدي ما كانش ليه في الكوره قوي ومش لما قلت له فقال لي انا اهلاوي واحنا كلنا اهلاويه, العيله كلها اهلاويه. فقال لي لا يعني لو الاهلي ماشي, الزمالك برضو انت مش مش تقدر تتاقلم بس. وقف الموضوع على كده ما ردتش عليهم. في يوم لقيت الجرس بيضرب بفتح لقيت الله يرحمه كابتن محمود الجوهري. محمود الجوهري الله يرحمه. فطبعا قال لي انا فلان الفلاني. انا طبعا مش يعني ما كنتش من السعاده ما كنتش مصدق يعني. اتفضل دخل قابل والدي وقال له انا فلان الفلاني وماسك فرقه. كان كابتن جوهري ماسك فرقه الامل اللي هي فرقه 21 سنه الأهلي. في النادي الاهلي تحت الدرجه الاولى. فقال له عايزين خالد فوالدي قال له طبعا كابتن جوهري الله يرحمه يعني محترم قوي ومهذب قوي وليه اسلوب في الكلام كده. فوالدي الله يرحمه انبسط يعني من الشخصيه بتاع كابتن جوهري. قال له لا انا ما عنديش مانع ولو خالد عايز. قلت له طبعا عايز. ده كان سنه كام الكلام ده؟ كان سنه 75 بالظبط. سنه 75 ودي كانت البدايه ان كابتن جوهري شافك وتابعك والنهارده راح يعني جالك البيت بنفسه علشان ياخدك ويضمك للنادي الاهلي. بالظبط دي كانت البدايه. حتى في الاول حتى والدي الله يرحمه قال لي كابتن جوهري قال له يعني خالد مش هيعرف يروح النادي. قال له انا هعدي عليه اخده كمان مده شهر شهرين لغايه ما يحفظ السكه. وفعلا كابتن جوهري كان عنده عربيه فولكس كده جميله كان بيعدي عليا. عارف العربيه الفولكس الخنفسه بتاعه زمان دي الجمال دول. كان يعدي عليا عربيه حمراء انا فاكرها مبيتي. يعدي عليا اخوني اروح اتمرن. واتمرنت مع فرقه الامل يعني من اول ما انتقلت من هليوبلس للاهلي. كان ليالي العب تحت 18 سنه سنتين. تلعب مع سن اكبر منك. ابتديت اتمرن مع كابتن جوهري على طول فرقه الامل. وانزل مع فرقه ال 18 بتاعتي العب معاه. وفعلا بعد شهرين خلاص ابتديت انا بقى عرفت السكه ابتديت اروح واجي. بالظبط. طب تفتكر اول مباراه ليك بقى في مختار التتش وانت في الناشئين؟ طبعا فاكر. فاكرها يا كابتن اسامه. اول ماتش في الناشئين مع فرقه 18 سنه كان ضد فرقه نادي المصري القاهري. وده اول ماتش ليا. اللعيبه الحمد لله كانوا عارفيني وانا عارفهم من خلال الماتشات اللي كنا بنلعبها ضد بعض. ونزلنا ولقيت الملعب فيه بتاع 10000 واحد. 10000 واحد دي اول ناشئين في مباراه ناشئين ضد المصري القاهري. كسبنا 8-0 جبت 3 جوان ما شاء الله. ويعني كانت البدايه ربنا كان مسهلها وجبت وابتدت بقى في نفس السنه دي اول منتخب مصر للشباب اتعمل لعبت برضو فيه. كان ماسكه مستر بابي الالماني وكان الكابتن فتحي نصير بيشتغل معاه كمدرب عام. وده كان اول منتخب مصر للشباب يتعمل. طب فاكر بقى الاسماء اللي كانت موجوده معاك وقتها في النادي الاهلي الجيل بتاعك لما رحت النادي الاهلي؟ طبعا يعني دول اللي ابتديت معاهم الجيل بتاعي بقى. جمال جوده الله يرحمه. عادل عبد المنعم حارس المرمى الله يرحمه. جمال الجندي ربنا يرحمهم يا رب العالمين. دول كانوا اكتر من الاخوات. وطبعا وجمال جوده وفي بقى علاء ضرار وهشام غالي وهشام مجاهد وفوزي سكوتي ومحمد عباس. و بعدين السنة اللي بعديها مجدي عبد الغني. بس مجدي ما لعبش معانا كتير ما كانش بيلعب يعني. مجدي في الوقت ده ما كانش بيلعب كان لسه بيبتدي. شريف عبد المنعم
فرقه لا فرقه اسماء طبعا جامدة. اسماء اسماء كبيره على مستوى ال 18 سنه كنا جامدين جدا يعني كنا بننزل الماتشات بناكل محفوظ الناس حافظه اسماءك واحد واحد وانتوا صغيرين انتوا عندكم 17 18 سنه انا فاكر يا كابتن مسان انا بلعب طرف في نص الملعب الثلاثه كنا بنلعب ثلاثه فراوده كان جمال الجندي الله يرحمه بيلعب وينج رايت وعباس راس حربه وفاز كوتي وينج ليفت انا كنت بقول لهم انا لما حقلش بتروح سرو واحد منهم بيروح يجيب جون يعني مش بلعبها له اي حاجه لان الثلاثه صواريخ وفي ثانيه وانا بقى طبعا في موضوع السروات وبتاع كنت كويس فكنا بنادي عروض كويسه جدا يعني. طب فاكر اول مباراه ليك بقى او اول تدريبه مع الفريق الاول خاصه كابتن خالد طلع بدري طلع وهو سنه صغير مع الفريق الاول خاصه انت في الناشئين كنت مميز جدا كابتن مسام انا طلعت مع جيل يمكن احسن من احسن الاجيال اللي جه على مدار تاريخ النادي الاهلي يعني فرقه كل واحد فيهم بفرقه بسم الله ما شاء الله طبعا بدايه من كابتن محمود الخطيب كابتن صفوت عبد الحليم كابتن طاهر الشيخ شطه كابتن محسن صالح كابتن مختار كابتن جمال عبد العظيم كابتن كان بقى في فرقه الامل كان في الكيلاني وكان في عادل عثمان فرقه رهيبه زائد بقى طبعا ديفنس بقى مصطفى يونس كابتن فتحي مبروك كابتن احمد عبد الباقي لحقت كابتن حسن حمدي قبل ما يبطل لعبت معاه ماتشين وديين وطلعت وانا عندي بالظبط 19 سنه يعني اول ماتش ليالي مع الدرجه الاولى كان موسم 77 كان قدام النادي المصري في بورسعيد ومن هنا ابتدت بقى المسيره مع الدرجه الاولى لسه بنتكلم عن مباريات المصري اللي دايما ليها ثورات وجولات مع الكابتن خالد جدله وكانت وش السعد مين اللي اختارك فوق وانت في الناشئين قال انا عايز الناشئ المميز ده اللي مسمع وكان هو اللي اداك الفرصه للفريق الاول كان مستر هيديكوتي يعني هيديكوتي كان عنده البدايه مع الكابتن جوهري والكابتن عوضين يعني هم الثلاثه يعني انا لما رحت الكابتن عوضين كان هو المدرب بتاع فرقه 18 وكابتن جوهري في فرقه الامل وكان ماسك للفريق الاول كان مستر هيديكوتي وكان في وقتنا المدير الفني بتاع الفريق الاول بيتابع كل ماتشات ناشئين لان كنا بنلعب في التتش في نفس المكان كانت ميزة يعني كانت ميزه دي زمان يعني الدرجه الاولى بيتمرن على التتش واحنا ماتشاتنا على التتش فدايما مثلا احنا بنلعب الدرجه الاولى عندهم تمرين بعد الماتش فتلاقي كل اللعيبه بتاع الدرجه الاولى بتتفرج كل الجهاز الفني قاعد بيتفرج فطبعا كانت العمليه سهله ان انت تتابع الناشئين وتقدر ان انت تكتشف الناس الكويسين فكان طبعا مستر هيديكوتي واول مدرب انا لعبت معاه في الدرجه الاولى كان مستر هيديكوتي واول لقاء معاه كان اول لقاء مع مستر هيديكوتي يعني قال لك ايه وانت لسه وقتها الناشئ الصغير اللي طالع مستر هيديكوتي هو كان بيحبني جدا بس كان خايف يعني انت يعني حجزت مكان في وسط جيل كبير جدا عمالقه طبعا انك يعني تدخل في وسط الجيل ده اكيد معجزة. موهبه فزه انا كنت بعد يا كابتن اسامه كام واحد في نص الملعب يعني انا ناشئ لسه طالع عندي 18 سنه ونص ملعب النادي الاهلي في مين طاهر الشيخ وصفوت ومحسن صالح وشطه ومختار وجمال عبد العظيم ست اللي بيلعب منهم ثلاثه وفي ثلاثه ما بيلعبوش طب انا هروح فين يعني في وسط اللعيبه اللي مستواها عالي دي والمواهب الكبيره بس الحمد لله يعني لعبنا كان مستر هيديكوتي كان بيحبني جدا ولكن كان هو قلقان لان انا كنت طالع من الاشبال الجمهور بيعرفني وبيهتف بيا يعني كنت مع الدرجه الاولى واجي انزل التمرين لا الاقي الناس اللي في المدرجات ليه بيقولوا الاسم وبيشجعوا وبتاع هو كان خايف عليا ان انا لعيب صغير ان انا اتغر فكان دايما يتكلم معايا في الحته دي يعني انت لسه بدري انت لازم تتعب انت لازم تشتغل ولازم يبقى عندك اراده عشان تلعب واللعب مش سهل ويجي لي الصبح ومرني لوحدي لغايه لما الحمد لله الواحد حط رجله يعني. كما تخد وترجع لعلاء مهود مجدي عبد الغني وخالد جدله حلوه زي ما قلت لحضراتكم مجدي عبد الغني عشان بيلعبوا فيرويد واحد مجدي عبد الغني بيطلع ورا فراودته وخد المره دي مكان ناحيه الوينج اليمين ولعب كره عرضيه حلوه جوه المنطقه بيوقفها طاهر ابو زيد وعلى طول يقطفها خالد جدله يجيب الجول الاول للنادي الاهلي لعبها بره حلوه وعلى طول الجول الثاني يا ولد يا خالد يا سلام عامل الاجوبه يا راجل يا خالد جدله هوبا قلت هوبا يعني هوبا باينه واضحه زي الشمس انها داخله جول
يا سلام يا خالد يا جبل الله.